كان هناك 7553 شخصا لقوا مصرعهم في هجمات 11 سبتمبر 2001، لكن حتى الآن ما زال أكثر من 1100 ضحية مجهولين، ده بجانب عدد كبير من الضحايا لم يتم العثور على أي أثر لرفاتهم بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية في تقرير لها في الذكرى 16 لأحداث 11 سبتمبر. قالت الصحيفة: حتى يومنا هذا يحاول مكتب الفحص الطبي في نيويورك تحديد بقايا الجثث باستخدام تقنية الحمض النووي المتطورة للتعرف على الضحايا المجهولين الذين لم يتم العثور على رفاتهم. والشهر الجاري تم التعرف على هوية رجل توفي في أحد الأبراج هو الأول منذ 2015. أوضحت الصحيفة أن الكاتب الأمريكي كيفن باريت فسر أسباب عدم العثور على كثير من جثث الضحايا قائلا: في أي انهيار مبنى في التاريخ يعثر على جثث الضحايا بشكل أو بآخر، ولم نسمع يوما أن سقوط المباني سحق الأجسام البشرية أو مزقها إلى قطع صغيرة أو تسبب في تلاشيها. تابع أيضا وقال: في 11 سبتمبر بصعوبة تم التعرف على 1634 من ضحايا مركز التجارة العالمي. معظم البقايا البشرية المكتشفة كانت في شكل قطع صغيرة ممزقة وليس أجسام سليمة. وتساءل: ماذا حدث لحوالي 3000 جثة بشرية اختفت في حطام الأبراج المكونة من 110 طابق؟ ويجيب أيضا ويقول: نفس الشيء الذي حدث لأثاث المكاتب والخزائن والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من محتويات الأبراج لم يتم انتشال بقايا هذه الأشياء. باريت قال أيضا أن الناس داخل البرجين ماتوا بالمتفجرات التي زرعت في المبنى، وهذا يفسر على حد قولي لماذا اختفت الجثث. إلا أن المسؤولين طرحوا تفسيرات أخرى حول الكثير من الضحايا المفقودين في مركز التجارة العالمي. مثلا أوضح ماكتيلد بيرنز عالم الأحياء الشرعي الذي كان يرأس جهود التعرف على الضحايا أن هناك الكثير من القوى المدمرة في انفجارات البرجين، حيث عانت المباني من الحرائق لبضعة أسابيع والرفات البشرية هشة جدا. يعتقد أن الجثث قد أحرقت أو حرقت.